انا معايا دلوقتي عبر الهاتف الاستاذه إلى خديجه، عضو اللجنه المنظمه للكره النسائيه في كاف ورئيس العصبه الوطنيه النسويه في المغرب. يا فندم مشرفاني ومنوراني وسعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10، وتحيات دكتوره دينا الرفاعي. السلام عليكم استاذ كريم رمزي، اتشرف اني اكون على التلفزيون المصري لاول مره. شرفين. واهلا وسهلا بالدكتوره دينا، وان شاء الله يوفقني يا رب في البرنامج ده. دايما نسعد ونفخر بالتطور العظيم في كره القدم المغربيه، سواء على مستوى الرجال او النساء. شغل محترم جدا، واحنا ناخد خطواتنا ممكن نقول الاولى مع دكتوره دينا رفاعي في مصر هنا على مستوى الكره النسائيه والتطور فيها. قولنا ازاي وصلتوا لهذا التطور العظيم جدا في المغرب وعلى المستوى الافريقي، سواء في كره القدم رجال او نساء، وخلينا نتكلم على مستوى كره القدم النسائيه تحديدا يا فندم. طبعا نجاح الكره المغربيه وخصوصا بالكره النسائيه جاء بعد مباشره بعد التوقف الذي حصل، وان شاء الله ما يعيده، بعد توقف كورونا. يعني كل الاتحادات وقفت، بس كان اصرار رئيس الجامعه الملكيه المغربيه برئاسه السيد فوزي لقجع انه تستمر المنافسه مع الاخذ بجميع الاحتياطات، يعني فتح اللاعبات وكل الامور التي تشمل انذاك لحق مواطنين. الحمد لله كان دعم كبير جدا من الاتحاد بنقل الانديه من الهوايه الى الاحتراف، وضغط ميدانيه ضخمه جدا من اجل مساعده هذه الانديه، خصوصا لما تكلف الاتحاد باجور اللاعبات واجور الطاقم، وايضا توفير ناقلات حافلات نقل لكل الفرق الاحترافيه بقسمها الاول والثاني. وايضا كان هناك عمل جبار جدا على صعيد الدورات التكوينيه من اتحاد الكاف، ايضا من الاتحاد الدولي، من اجل تنميه وتطوير مدربات خاصين بكره القدم النسويه. هايل. على صعيد المنتخبات ايضا تم عمل ورشه عمل محكمه جدا بانشاء برنامج دراسه ورياضه يهتم بالفئات الصغرى بمراكز التكوين، مع جلب بروفيسور كوتشينج. وايضا تم ترقيه الكثير من الامور التي تخص المنتخبات والفئات الخاصه في كره القدم النسويه، ورفع الميزانيه ورفع الاهتمام ايضا بهذه الفئه. وهذا الاهتمام والتطور شهده الجميع، بحيث ان المغرب حضر في عده محافل دوليه كاس العالم لاقل من 17 سنه بالهند وايضا باستراليا في الفئات الكبيرات، والان نرى ان المنتخب شارك ايضا بكاس العالم لاقل من 20 سنه بكولومبيا، وهذا راجع الى الاهتمام والدعم الكبير من طرف الاتحاد. حيث. وايضا ان المنظومه الكرويه النسويه بالمغرب ساهمت بشكل كبير في سير هذه الوتيره وانعاش كره القدم النسويه. ممتاز. في وجود دكتوره دينا الرفاعي، ايه هي سبل التعاون اللي ممكن نشوفها الفتره القادمه ما بين المغرب ومصر على مستوى كره القدم النسائيه ان شاء الله؟ طبعا استاذه دينا أكبر داعم لي وأنا أكبر داعم لها، بتعمل عمل جبار جدا، أستاذة شغوفة ببلدها، شغوفة إنها تشوف الكرة النسائية المصرية بمستوى أعلى، بمستوى أهم، بمنافسات أكثر، تظهر على تنشيط الفئات الصغرى بالمنتخبات، وايضا عملت يعني عمل جبار جدا مع الانديه المصريه، لاني انا كنت بتابع، انا لاعبه سابقه وكنت بتابع الدوري المصري من زمان، وبعرف قوته، بعرف ازاي كانوا المصريين او ازاي كان الدوري المصري النسائي اقوى بكثير في القاره، في القاره الافريقيه وايضا بشمال افريقيا. لكن اعتقد انه فتره كورونا الوضع كله تغير بفضل الأستاذة، رجعت إحياء كرة القدم النسوية خصوصا على صعيد الأندية، خصوصا بتطوير الدورات التكوينية مع الاتحاد المصري للمدربات، أيضا بإعطائها طاقة، لديها طاقة كبيرة جدا. أنا ما شفتهاش عيني عليك باردة، يعني شفتها في كل العضوات اللي معايا باللجنة، كل يوم بتحيث لنا، كل يوم بتعطينا إرشادات، كل يوم يعني والله العظيم يا أستاذ، أنا بشكرك، بشكر وجودك معايا في اللجنة
وان شاء الله نكمل العمل على خير ونكون فائده لكل الانديه المصريه او المغربيه وحتى كل الانديه العربيه. عايز تقول حاجه يا دكتوره دينا؟ انا عايزه اقول لك ميرسي خديجه على مداخلتك، بجد انا بتشرف ان انا معاكي في اتحاد شمال افريقيا لجنه الكره النسائيه، لان فعلا هي من الشخصيات الشغوفه اللي عندها فكر وانا نفسي بتعلم منها، وهي شايفاني ان انا فعلا من النوع اللحوح وبحب اشتغل جدا، وشهادتك اعتز بيها جدا وشكرا على وجودك معانا. دكتوره الى كابتن الى خديجه عضو اللجنه المنظمه للكره النسائيه في كاف ورئيس الاتحاد الوطني في المغرب لكره القدم النسائيه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.